يسعد اوقاتكم عن جديد. مثل ما بنعرف الاطفال بيحتاجوا لرعايه واهتمام مضاعف بحكم ضعفهم وعدم قدرتهم عن الدفاع عن نفسهم، لهيك بنشوف خوف الاهالي على اطفالهم بمراحل عمريه باكره اكثر من خوفهم على الشخص اللي بيعني لهم ولكن هو قادر يحكي ويعبر. وايضا العوامل الخارجيه للاطفال مؤذيه مثل التحرش، التشهير، التنمر، الإساءة وأيضا الاعتداء. أكيد ورد هذا الشيء صحيح، بس رغم هيك يعني في أوقات قلة وعي للأسف عند الأهل وإيمانهم بمعتقدات وبعادات وتقاليد للأسف هي بالي إذا فينا نعبر عنها بهذا المصطلح، ممكن يعرض الطفل لمخاطر كثيرة مثل تزويج القاصرات أو مصادرة حق الطفل بالتعلم يلي بينتج عنها العمالة غالبا. لهيك حدد القانون السوري مجموعة من الحقوق للطفل لحمايته طبعا، وحتى نعرف يعني تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع، وخاصة أنه من يومين كنا عم نحكي عن فكرة التحرش والتنمر يلي عم تصير معنا الأستاذة المحامية رغد الصواف بالاستوديو، رح تخبرنا الكثير من التفاصيل. صباح الخير أستاذة، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك أستاذة رغد، أهلا وسهلا فيكي. يعني فعلا هذا الطفل هو مسؤولية أهله ولكن كمان هو مسؤولية الدولة والمجتمع إنه يحميه، يحصنه، يعلمه، يدرسه ويكفل حقوقه لحتى يطلع مواطن صالح بالنهاية. خبرينا بالبداية القانون السوري شو أفرد مواد خاصة بالأطفال وشو شدد العقوبة عليها؟ يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. أهلا فيك. أهلا فيك. القانون السوري حكى بشيء في مرسوم خاص اسمه حماية حقوق الطفل. رح نحكي بشكل عام عن حقوق الطفل، أهم حقوق الطفل يلي هي أهم حماية الطفل من كافة أشكال العنف بما فيها العنف البدني، العنف النفسي، العنف الجسدي، المعنوي، الجنسي وكافة أشكال إساءة المعاملة. حماية الطفل من كافة أشكال التشرد والإهمال والاستغلال. من حق كل طفل أن يعيش في كنف أسرة مستقلة متماسكة. ويجب على المجتمع والدولة والوالدين أن يؤمن للطفل الحماية والرعاية اللازمة للحفاظ على بيئة مناسبة لنشأة ونمو الطفل. في عنا الحق بالرعاية الاجتماعية، حق الطفل بأنه يلعب بأوقات فراغه، ينمي مواهبه، يستفيد من أوقات فراغه بأنشطة مفيدة لإله لتنمي مداركه طبعا بما يتناسب مع المصلحة الفضلى للطفل. في عنا الحق في الرعاية الصحية، الدولة تكفلت بالأم والجنين والطفل أثناء فترة الحمل وما بعدها، فمثلا عندنا شيء يسمى البطاقة الصحية للطفل تعطى لذويه، الدولة حصنت الأطفال باللقاحات المجانية وألزمت الأهل بأنهم يقدموا صورة عن البطاقة الصحية للمدرسة عند الالتحاق بالمدرسة. واعتبرت الأهل يلي بيأصروا بهذا الموضوع أو يلي بيمتنعوا عن متابعة موضوع اللقاحات اعتبرت هذا الشيء من باب الإهمال الأسري المعاقب عليه بالقانون. الدولة منعت تقديم الأرجيلة، التبغ، المشروبات الكحولية بالأماكن العامة للأطفال، كمان هذا الشيء معاقب عليه بالحبس. هلا أنا أستاذة تركك تحكي لأنه حكيك طبعا هو مواد قانونية وما رح نشكك فيها، ولكن مشلين وأنا بعد شوي حنعقب على كل نقطة أوردت فيها لأنه كمان بعض المشاهدين مثل ما أنت ضحكتي هن ضحكوا كمان. بس ورد هيك ما بننتقل للسؤال الثاني، إذا بس على اللي قالته ما بننتقل للسؤال الثاني. منع القانون زواج القاصرات، حدد العمر المناسب للزواج سواء للفتاة أو للفتاة بتمام 18 من العمر، 18 سنة. منع القانون تجنيد الأطفال بأي نوع من أنواع الأعمال القتالية وعاقب على ذلك بالعقوبات المشددة الواردة في قانون العقوبات. ومنع الإتجار بالأطفال. تمام. طيب رح نحكي تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع، بس خلينا نحكي شوي عن السوشيال ميديا والانتهاكات اللي عم بتصير بحق الطفل وخاصة بوجود السوشيال ميديا. أبسط ما يمكن أنه نحن نسحب صورة لطفل ونحطها بإعلان، هل القانون السوري بيعتبر هذا الشيء جرم أم لا؟ أكيد، وبيعاقب عليه في حال أساءت هي الصورة للطفل أو أثرت على خصوصيته ونمائه بشكل سلبي. طبعا منع القانون تداول او نشر او انتاج اي مواد سواء مرئيه او مقروءه او مسموعه الكترونيه وغير الكترونيه بدها تاثر على الطفل بشكل سلبي او ممكن
بتاثر كانه تعرضه يعني لاي نوع تمام بتاثر عليه انه يصير في سلوك جانح يعني تعلم الطفل انه يكون جانح. يعني اليوم في بامريكا بعض الفنانين المشهورين عم يرفعوا دعاوى على اهاليهم لانه سمحوا لهم يمثلوا بافلام هلا انشهروا هن عالميين، هن كانوا قاصرين، هن كان عمرهم 8 9 سنين، يعني قالوا لهم نحن ما كنا واعيين كاطفال، نحن ضيعنا طفولتنا، نحن انشهرنا على بكير. فعم بحكي عن قصه يمكن كثير ايجابيه هلا هن لاقوها بالمستقبل، فما بالك الطفل اللي بيتم استغلاله من قبل اهاليه، ان كان بالشحاذه واسف من هالكلمه على اشارات المرور، ان كان مثلا بتصوير الطفل بطريقه معينه لحتى اقحامه بمنتجات دعائيه واعلانيه هو ماله بال فيها. طيب كيف نظر القانون للاهل اللي بيشغلوا اطفالهم بالتسول وايضا بامور ما لازم يشتغلوها؟ يعاقب القانون على هذا الشيء، بيشد العقوبات الوارده بقانون. شو اهم العقوبات مثلا؟ اولا مين بده يرفع دعوه على هالاهالي؟ يعني اذا انا عم سوق سيارتي وقفت على الاشاره شفت ولد عم يتسول، هذا اكيد الولد مو من حاله نزل، هذا اهله نزلوه. اهمال الاسري، نحن هون ساعتها بدنا ندير بالنا على الاسره لتعرف تربي هذا أوكي الولد. بس انا بقصد انا لمين اتوجه لقلهم؟ وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل تماما. يعني هو الشخص يلي مثل ما ذكر ورد هذا المثال، انا يلي عم سوق السياره وشفت هذا الطفل بحق لي انا اقدم الشكوى ولا لازم مثلا حدا من اقرباء الطفل؟ يمكن الطفل بحد ذاته بيقدر يقدم شكوى على اهله. ممكن، بس الطفل بهذا العمر ما حيكون واعي، بالعكس الطفل بهذا العمر انه انا عم جيب مصاري وخلص، يعني صح بالاخير الاهل عم ياخذوا اكيد جزء من هذا المبلغ. لكن عم يكون طفل معنف، يعني اذا ما جابهم لهدول المصاري رح يتم تعنيفه باخر النهار. تمام. طيب نروح لقصه ثانيه كمان تعنى بمجتمعاتنا، هي زواج القاصرات. في لليوم ببعض المناطق السوريه بزوجوا البنت بعمر 12 13 سنه، وما ننكر هذا الموضوع ابدا، وفي حالات يعني قيد الدراسه من قبل المعنيين. البنت اللي بتتزوج وهي قاصر، انسرقت طفولتها، طفله عم تربي طفل عم تصير، بكره بتكبر وبتقول انا ما هذا الرجل اللي كان بدي اياه، واصلا كمان في اطفال صبيان عم يتزوجوا بعمر 15 16 سنه ببعض القرى النائيه. كيف نظر القانون لهالموضوع؟ مين بيجرم وشو بيتصرف اذا في فعلا زواج قاصر هلا بعد القانون الجديد اللي رفع سن الزواج لل 18؟ تمام، مشكله انت عم تقول انه هي طفله فهي ما رح تعرف تتصرف، عشان هيك اجى قانون حقوق الطفل وحدد سن الزواج بتمام 18 من العمر سواء للفتى او للفتاه. اوكي بس ما عم يتطبق. انت عم تقول بالمناطق النائيه عم يصير. طيب هذا الشيء معناتها القانون يعجز عن المناطق النائيه، بيقول لك انا بتدخل أكيد بس لا 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 اكيد لا اكيد لا أكيد. شو الحل استاذه؟ شو الحل؟ أكيد. يعني انا لما بدي الجا، انا اذا شفت مثلا في فرقه عراضه عم يجوزوا بنت جيراننا اللي عمرها مثلا عن جد 14 سنه، انا بحق لي روح اشتكي لهم في حاله لزواج قاصرات عم تصير بالبنايه اللي جنبنا؟ بحق له او لا؟ بحق له. تمام حلو، معناتها الواحد مهم، القانون موجود ولكن المشكله بالاشخاص نفسهم انه هن ما عم يحكوا، او حتى الاقارب او حتى الجيران انه ما عم يتم تقديم شكوى اذا فينا نقول. لما بدهم يروحوا لعند القاضي الشرعي لحتى يكتب لهم كتابهم ما بيرضى، بس هن عم بيروحوا يتصرفوا لحالهم بالنهايه. طيب براني قصه من هدول اللي نحن يمكن بنشوفها مناطق النائيه بالمسلسلات ولكن فعليا هي موجوده. كمان من اهم الحقوق ومن اكثر يمكن حملات التوعيه اللي بتصير بسوريا هي التعليم والمدرسه، وقديش مهم انه الطفل يروح على المدرسه. هلا نحن بهي الظروف الصعبه يلي كثير من الاشخاص يمكن تركوا بيوتهم وانتقلوا لمناطق ثانيه وتركوا مدارسهم وراح عليهم صفوف، القانون كيف بيحاكم الشخص يلي ما بيبعت ابنه على المدرسه؟ هلا عندنا بسوريا حق التعليم مقدس، مشان هيك المدارس العامه هي كانت مجانيه والزاميه بالنسبه لمرحله التعليم الاساسي. تمام. هلا هن بيبعتوا انذار للاهل او للاب يعني المسؤول عن ارسال ابنه للمدرسه خلال 10 ايام، اذا ما بعت ابنه للمدرسه بيعاقبوه بغرامه من 100 ل 150 الف ليره سوري. منع 100 ل 150 الف ليره سوري بيدفعوا ببطل يبعتوا. منع القانون تشغيل الاطفال دون عمر ال 15 سنه، يعني هي بسبيل الحد من موضوع اماله الاطفال وموضوع عدم ارسال الاطفال للمدرسه، وتحت شروط معينه انه هذا العمل ما ياثر على تعليم الطفل. تمام، وما يكون مجهد للطفل أكيد، وما يكون مرهق له، ساعات اضافيه وما يشتغل اكثر من 4 ساعات بالليل، وما يكون بالليل وما يكون بايام العطل، واكيد محدود بشيء ومراقب من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. كل ما بنطرح فقره قانون بصباح الخير على قناه سما بيوجعني قلبي شوي. ليش؟
لأنه قانوننا السوري المشرع تفنن بتبنيد مواده وبوضع العقوبات وبوصف كل حالة بحيث ما يكون في لبس أبداً. بس تعال طبق على أرض الواقع، يعني كل اللي عددتيه أستاذة كتير جميل، بس على أرض الواقع عم نشوف عمالة أطفال، وعم نشوف تغيب عن المدارس، وعم نشوف زواج قاصرات، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن قانوناً لم يسن كي يطبق. فأنا بس بدي هيك أطلب طلب من نفسي ومن كل اللي عم يتابعونا، نفعل قصة تطبيق القانون. وصدقا يعني بيوجعنا قلبنا على هالأطفال. شيء من الأهل بده يكون، شيء نابع من الأهل، لهيك عم قلك إنه لازم حتى يكون في مؤسسات إصلاح للأهل يلي عم يتركوا أولادهم مثلا يطلعوا بالشارع، يلي عم يزوجوا أولادهم. وبنفس الوقت ما فينا نلومهم كثير بظل هالظروف، يعني ما بعرف، هي حلقة بحاجة لدراسة موسعة كثير. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. يسعد صباحك. يعطيك ألف عافية أستاذة، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. وصار